مساء الخير يا احلى متابعين. اليوم تواجدنا في مجمع نوف الطبي لتقويم وطب الاسنان. موقعنا وين؟ موقعنا بالدمام في شارع الامير نايف في الجلويه مقابل بندا بالتمام. اليوم عروض جدا قويه بمناسبه يوم الام، وكذلك عندكم عروض بجميع خدمات المجمع راح تكون عليها عروضات جدا قويه. اصطحبي معاش والدتك او اصطحب معاك والدتك وراح تاخذ عروض جدا قويه. والعرض القوي ليوم الام عندنا تنظيف الاسنان ب 99 ريال، عندنا تبييض الاسنان بتنظيف الليزر 299 ريال، وتركيب الاسنان الزيركون ب 415 ريال، وتقويم الاسنان المعدني 2350 ريال، وعندنا برضو ابتسامه الود طبعا من 16 سنه وسنين مجانا راح تكون 5499 ريال. حملة أطلقها مجمع نوفا الطبي لطب الأسنان إلى يوم الأم. أي شيء في بالك راح يساعدونك على تنفيذه من مفاجآت لعيد الأم، سواء كان خدمات أو بوكي وارد أو غيره، يعني أي فكرة في راسك ممكن هم ينفذونها بطريقة جميلة مع كرت المعايدة ليوم الأم. من أروع وأجمل الهدايا ممكن تفاجئ فيها والدتك هي تركيبات الأسنان بجميع أنواعها، سواء كان الزيريكون سواء كان التركيبات الزراعة. هذه أفضل حاجة ممكن أنك تهديها ليوم الأم، لأن هذه حاجة تدوم وحاجة راح تاخذ عليها حسنات قبل أنك تتفاجئ فيها والدتك. بخير، معكم دكتور عمار عمران، خبرة 16 سنة في تجميل الأسنان. مناسبة عيد الأم مجمع نوفا كنا نقدم 16 سن للابتسامة، الآن أضفنا سنين إضافيين زيادة 18 سن على الابتسامة بنفس السعر. العرض الثاني على تركيبات الزركون في جميع فروع نوفا للأسنان في الشرقية من 650 للتاج إلى 415.